وغالبا همثل عشان كده. ابو زيد جنى، ابو زيد جنى يا رب. طبعا المطلقات اللي بيعولوا لوحدهم دي طبعا قضيه، تمام، لانه مش كلهم على فكره بياخدوا حقوقهم خالص. اللي بيصعب عليا لما بيكون في اولاد، يعني ان هم يتضروا من حاجه زي كده. فطبعا دي قضيه لازم تتناقش. خوف تنفذها عمل ولا روايه؟ اتنين يعني، سواء كده او كده. لا مفيش حاجه بخاف انفذها في الدراما، مفيش خيالي واسع خالص. لا ما انا بفضل وراها يعني. بصي يعني كتير مثلا انا عامله تصميم معين لشخصيه، وبعد كده مثلا يتسكن الممثل، احس انه بعد ما عملنا البروفا تمام، لا الممثل مش نافع معاه الستايل ده او التصميم ده، فابدا اوفق ما بين الدراما، الشخصيه الدراميه، وما بين الممثل نفسه بقى كشكل وجسمه وكده، ان انا اطلع حاجه تناسب الاثنين. فبفضل ورا الموضوع، وبعمل انا على طول بعمل بروفات يعني كتيره، علشان ما يعني عمر ما اللي هيطلع هيبقى مفاجئ. انا ما بحبش كده يعني، انا من انصار التحضير يعني، انا بحب التحضير جدا، وبحب اشتغل مع مخرجين بيحضروا، لانه في ناس بتحب اكتر ان الحاجه تطلع يعني في وقتها، يعني ممكن تلاقي مشاهد تيجي على الهواء، تلاقي حد. لا انا بحب ابقى محضره، من مش عايزه مفاجآت في اللوكيشن. فنان او فنانه كل ده اصلا كنت بقعد اقول لهم اكتبوني دكتوره نفسيه على التتر، انا مش تكتبونيش حاجه تانية من كتر بقى الاقناع. شغلانه فيها جزء كبير قوي في كيمياء، يعني لازم يبقى فيه طبعا لازم تقنعي. ولا يعني انا فاكره فنان قدير جدا، كنت في مسلسل كان المفروض هو طلع كان مشهد ملاك كده، وكان هيلبس بليزر بيج في حاجه لبني، انا فاكره بيج في لبني، وساعتها هم كانش عاجبه مع بعض. هو قرر ان البيج واللبني ما يلاقوش على بعض، ما ينفعش تلبسوا مع بعض. وغالبا همثل عشان كده. دي بقى تراجيدي. يعني لا بصي، انا عندي مشكله دمعتي قريبه جدا وضحكتي قريبه برضه، تمام، وزي ما قلت لك قلبي على لساني وكارثه سودا. فطبعا اخر مره عيطت عادي جدا، ممكن تبقى امبارح او النهارده يعني. عادي خالص يعني، انا بعيط على طول وبضحك بسرعه. دي كانت مشكله وانا صغيره يعني، كانوا بيتنمروا عليا في المدرسه ان انا حساسه زياده يعني، ودي كانت حاجه مضايقاني قوي. كنت اقعد في وسط اصحابي اقول هو انا هما انا نفسي ابقى زيهم يعني، ابقى بارده يعني، هم طبيعيين، انا حساسه زياده فعلا تمام. بس يعني ممكن موقف يحصل يعيطني ما يعيطهمش، هم يخش سينما مثلا انا اطلع منهاره، هم عادي. فلا هو كان واضح ان انا اللي فيا المشكله يعني، اكيد هم صح. بس كنت متضايقه وعايزه اغير ده وبحاول اغيره وكده. بس لما كبرت اما بدات اكتب والاقي الناس مبسوطه بالكتابات واشتغل في الفن وبتاع، فهمت ان هي نعمه يعني، ان هي بتبقى حاجه ربنا خاصك بيها علشان حاجه يعني، هي برضو فلا قلت الحمد لله. بقول ربنا ينور بصيرتي يعني، بقول يعني يا رب نور بصيرتي، وبدعي طبعا بالصحه والستر والرضا وللولاد. يا حبايبي ربنا يا رب اشوفهم ناجحين وكويسين وكل امنياتهم متحققه وفي احسن صحه وحال، ويا رب يبقوا فخورين بيا واقدر اكمل المشوار. ابو زيد جنى، ابو زيد جنى يا رب.